هو الفيلم بيتكلم عن ايه بقى؟ ايه السكريبت انت تعرفي يا ياسمين؟ انت اخرجت حاجه قبل كده يا منير؟ انا عملت فيلم قصير زي ياسر؟ لا 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 اطمني. لا لا انا مش زي ياسر. انت تعرفه؟ انا اول مره شفتك كان في الفيلم بتاعه، وحتى قلت يعني ان احنا لازم نشتغل مع بعض. قولي لي ياسمين، انت ممكن تقري السكريبت في قد ايه؟ ممكن ارد عليك بكره. طيب دكتور انا همشي بقى، وحستنى ردك. ها اوكي يلا مع السلامه منير. باي باي حبيبي. استني يا ياسمين، انا عايزك استني عادي. شوف يا ياسمين، اول ما جتيني الورشه انا كنت عارف انك عايزه تبقي نجمه كبيره، تشتغلي في افلام كبيره فيها نجوم كبار. الفيلم ده لا هو فيلم كبير ولا فيه نجوم كبار. طب لما حضرتك عارف كده عايز نعمله ليه؟ تفتكري ليه؟ ليه؟ تصبح على خير يا ياسمين، بتقولي رأيك بكره. ماشي، باي باي. باي.